هاد المعرض المهم الخاص بالبيئة واللي كيتابع التطورات والتكنولوجيا فيما يخص البيئة ومحاربة التلوث والتكنولوجيا والطاقات النظيفة عنده مهم جدا لأنه كيدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وعنده عناية خاصة من جلالة الملك ولذلك يحظى بالرعاية السامية وفيه اليوم 186 عارض من 20 دولة مما يعني أنه كيستقطب الاهتمام ديال عدد من المهنيين والمهتمين بالبيئة فلذلك غادي يولي هو اليوم معرض دولي ولذلك غادي يتطور وغادي يولي إن شاء الله مستقطب للتكنولوجيات في هذا المجال ولكن الأهم أنه كتابة الدولة في التنمية المستدامة دارت معاه واحد المسابقة للمقاولات المبتكرة الستارت اب المقاولات المبتكرة التي تبتكر وتبدع في مجال التنمية المستدامة والبيئة اللي غادي يعطي جوائز وهي 90 جائزة شيء مهم جدا 90 شاب وشابة المبتكرين في هذا المجال وهذا في مجال يعني تنمية الإبداع ودعم المبدعين ودعم الشباب اللي عندهم أفكار واللي بغوا يطوروها وينميوها ويحولوها إلى واقع ملموس وبالتالي غيتقدم لهم جوائز تشجيعية وعملية إن شاء الله غادي تعاونهم باش يستمروا في المسار ديالهم ديال الابتكار وأيضا باش تغري شباب آخرين يسلكوا نفس المجال شكرا بخير الحمد لله.